إذا قيل لك ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا؟ الشفاعة قل هي أنواع، منها ما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه أحد، وهي ثلاث: الشفاعة العظمى حينما يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للعباد لفصل القضاء بينهم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية خاصة بعمه أبي طالب، إذ يشفع له أن يخفف عنه العذاب، هو في الدرك الأسفل من النار فيوضع في ضحضاح من نار أو في نعلين في قدميه، يغلي منهما دماغه ولا يخرج من النار، أبو طالب لا يخرج من النار، إنما يخفف عنه العذاب. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب. الثالثة أن أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خاصة به. أما ما سواها فإن هناك من يشاركه فيما يتعلق بهذه الشفاعات، كقوم استوجبوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، أو كقوم دخلوا النار من عصاة المسلمين أن يخرجوا منها، أو زيادة درجات ورفعة أهل الجنة. ومع هذا كله فتلك الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بخلاف ملوك الدنيا. لما؟ لأن مبنى الشفاعة وهي الوساطة مبناها على جلب منفعة أو دفع مضرة، فلربما وزير أو ربما قريب لأحد ملوك الدنيا يدخل ويطلب من الملك من ملوك الدنيا ما يشاء دون أن يستأذن. لما؟ لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى أعوان، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. أما الله فهو الغني الغنى المطلق العظيم الكامل، فلا يمكن لأحد يوم القيامة أن يطلب الشفاعة إلا بعد أن يستأذن. ولذا أشرف الخلق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عند العرش فيسجد فيثني على الله بمحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا كانت هذه الشفاعة كلها وهي الوساطة لا يمكن أن تحصل إلا بإذنه عز وجل لأنه هو الذي يملكها، فما ظنكم بمن يجعل شفعاء ووسطاء للخلق إما موتى أو ما شابه هؤلاء، يأتي إليهم ويجعلهم وسطاء فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أو إلى ولي من الأولياء كما يزعمون، ويجعلونهم شفعاء ووسطاء عند الله. وهذا هو شرك أهل الجاهلية لما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.